بالنسبه للممارسه الرياضيه خاصه برياضه الملاكمه في الاهياء الشعبيه، كنعرفوا على ان رياضه الملاكمه تعتبر يعني الرياضه ديال الفقراء، وكيمارسوها يعني واحد الشريحه من المجتمع اللي معروفه لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. فلا جينا نشوفوا على المستوى الدولي كنلقاو طيزان محمد علي، يعني واحد مجموعه ديال الابطال اللي تبتوا الوجود ديالهم وحققوا واحد الانجازات اللي وقعت في التاريخ. فتم النشأة ديالهم يعني من احياء يعني شعبيه واحياء جد 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 فقيره. فبدورنا هنا في المغرب فتقريبا رياضه الملاكمه يعني كيمارسوها غير الناس يعني الناس الفقراء والناس اللي بوفر كما تنقولوا، باستثناء يعني في الاونه الاخيره لهذه الرياضه هذه ولات عندها واحد الشعبيه يعني منقرعه النظير، ولا حتى الناس يعني واحد الشريحه كبيره من المجتمع يعني الناس اللي لاباس عليهم كما تنقولوا، ولا حتى هما كيمارسوا الرياضه يعني بشكل خاص داخل البيوت ديالهم داخل المنازل ديالهم، اللي عنده مثلا شي يعني سكن يعني خاص يعني كبير يعني كيجيب واحد البروف يعني كيلقنوا المبادئ ديال رياضه الملاكمه، بحكم ان هذه الرياضه هذه ولات عندها واحد الشعبيه اللي كما قلنا منذ لحظات منقطعه النظير. بار كونتر يعني يعني هي اخرى، فهاد رياضه الملاكمه يعني في رياضه البرنوسي على وجه التحديد كنعرفوا على ان البرنوسي يعني ولا مشهور برياضه الملاكمه يعني موازاه مع لحي محمدي، فالبرنوسي عطى ابطال يعني من العيار الثقيل. ف يعني رجوع للتاريخ فنذكروا يعني سعيد صميت حسن صميت يعني واحد المجموعه ديال الاسماء اللي اسات يعني واحد الانديه خاصه بملاكمه يعني في ثمانينيات القرن الماضي. يعني ايضا جات الفريق ديال رشيد البرنوسي اللي عطى ابطال كبار من بينهم عبد الربي هشام محفوظ اللي توج بلقبين ديال بطوله المغرب ولعب رفقة الفرق الوطني يعني بالعديد يعني من التظاهرات الرياضيه ابرزها بطوله العالم تركيا سنة 1994 تحديدا باسطنبول. فإلى جانب هشام محفوظ هناك أيت العلام هشام، هناك نجيح محمد، هناك سامح بشعيب مرحوم الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، هناك محمد كيامي، هناك نور الدين جعفري عزيز يعني وعبد اللطيف جعفور، يعني واحد مجموعة ديال الأسماء اللي عطات الشيء الكثير رياضة الملاكمة على مستوى يعني المنطقة ديال السيد البرنوسي. يعني مؤخرا ف يعني البرنوسي يعني عطى واحد البطل من عيار ثقيل اللي يعني تبت الوجود ديالو يعني ونقش الاسم ديالو يعني من مداد من ذهب اللي هو محمد الربيعي. محمد الربيعي اللي يعني كيمارس النشاط ديالو في جمعيه شباب البرنوسي اللي كانت كتمارس النشاط ديالها رفقه الرشاد البرنوسي بالقاعه المغطاه ديال المركب الرياضي محمد عفوا المركب الرياضي سيد البرنوسي اللي تم تحويل ديالو للمحطه ديال التراموي. فمحمد الربيعي صراحه يعني حقق واحد الانجاز غير مسبوق في تاريخ الرياضه المغربيه، بطوله العالم ذهبيه بطوله العالم وزن 66 بدوله قطر سنه 2015، موازاه مع ذلك حقق يعني واحد الانجاز كبير اللي هي برونزيه ديال ريو دي جانيرو سنه 2016. صراحة هذه القاعات الرياضية كتعيش يعني واحد المشاكل كبيرة يعني في على مستوى يعني الالتزامات ديالها، سواء المتعلقة كما قلنا منذ قليل يعني بالكرة بواحد مجموعة ديال الأمور. ولكن كنلاحظوا على أن هذه الجمعيات هذو إلا ما يعني توفرش الدعم ديالهم يعني من طرف الجهات المنتخبة وأيضا حتى من الوزارة الوصية على القطاع عن طريق الجامعات الرياضية، كون على يقين على ان هذه الجمعيات الرياضيه غتوقف الانشطه ديالها يعني في اقرب وقت ممكن. وهذا يعني ناقوس ديال الخطر، كون على اننا يعني نصيفطوا هذه الرساله هذه لمن يهمه الامر باش الامور يعني تخاد يعني بجديه ويحاولوا يدعموا هذه الجمعيات الرياضيه يعني اللي كتمارس يعني في داخل القاعات الخاصه. الا جينا نديروا واحد الفرق ما بين هذه الجمعيات الرياضيه اللي كتمارس سواء في دور الشباب او القاعات العموميه او القاعات الخاصه، فكنلقاوها كتلعب واحد الدور كبير يعني في تكوين يعني الاطفال يعني والابعاد ديالهم عن الانحراف عن التطرف عن بزاف ديال الامور اللي ماشي هي هذيك، وكتساهم الى جانب الدوله يعني في تكوين يعني واحد الشباب اللي قادر على تحمل المسؤوليه ديالو، يعني تكون عنده واحد الالتزام واحد المجموعه ديال المبادئ اللي في العنصر ديالها الاساسي الا وهي الوطنيه. فهاد الجمعيات هادو كيستحقوا صراحه الدعم، كيستحقوا الاهتمام، وكيستحقوا التاهيل.
التأهيل هذا اللي دائما وكنا كنغوتوا على ضروره التأهيل يعني هذه الجمعيات الرياضيه كون كانوا مؤهله وكانوا لي سبونسورينغ يعني كانت يعني كيتوصلوا واحد المنح يعني من طرف الوزاره الوصيه على القطاع الرياضي بالمغرب يعني ما غتاثرش عليها الجائحه ديال كورونا يعني مثل القاعات الرياضيه يعني او الشركات الرياضيه الخاصه اللي الناس ديالها كيستثمروا في الرياضه ولكن ما تيكونوش يعني ابطال وما كيهزوش الرياضي للمغرب الناس كتمشي غير للوزير باش كتمشي كتريني اللي كيمشي كيدير الناتاسيون هذا كيمشي كيدير لا بوكس هذا كيمشي كيدير هذا ولكن كيبقى واحد 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 الجوهر واحد العنصر اللي هو اساسي اللي كتقوم به هذه الجمعيات اللي كتريني في دور الشباب والقاعات الرياضيه العموميه وحتى القاعات الرياضيه الخاصه كتلعب واحد الدور كبير يعني في تربيه يعني الشباب المغربي واحد التربيه حسنه وكتساعد حتى اولياء الامور يعني في التربيه ديال الابناء ديالهم يعني بما هو رياضي كنعرفوا على ان الرياضه فهي وسيله للتاطير وسيله للتكوين وسيله لرفع العلم الوطني يعني وسيله لارسال واحد المجموعه ديال الرسائل لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الوطني.